يشمل كل مسافتنا وهدنا وأوهدنا بحضور كل الذي فلكي نعيدها إلى مصافي زملائي وحتى تبوص فيما تبقى من الأيام بشكل أكثر منها. أتمنى من الجميع أن يوكل هذا الجمع حتى تنتهي إن شاء الله في بداية الشهر القادم امتحاناتها التي نتمنى أن تكون فيها على ميزتها الميز التي توازي ميزتها على المستوى القادم، كما أتمنى لها التوفيق إن شاء الله في الميزة التي تكون في الأولمبياد الدولية في اليابان، وعندها تعود إلى وطنها وهي مرتبطة ليس على المستوى الخاطئ ولكن على المستوى العالمي. أخيرا لا يفوتني أن أقول لكم بأننا على المستوى مدينة الشيوخ الكبار وطورا صبورية وإنتاجية موصلين إلى جنوب وسليلة والتلاميذ، أصبحنا الآن نشكل رمز الرياضيات على المستوى الوطني. أشكركم أولا كوسائل إعلام على ما تبدو أنه من جهد من أجل إيصال المعلومة إلى كل من يهمه الأمر. هذا يوم سعيد جدا يعني يشعر به الإنسان بالفخر، وكل وطني غير على بلاده يشعر بالفخر عندما توجت هذه البطلة على مستوى القاري. ويمكن أن أؤكد لكم بأن هذا التتويج لم يكن وليد الصدفة، وإنما هو وليد جهد كبير جدا منذ سنواتها الأولى في الدراسة إلى يومنا الحالي. فأشكر باسمكم جميعا السادة الأساتذة سواء كانوا درسوها في التعليم الأولي أو في الابتدائي أو في الإعدادي أو في الثانوي، حيث كل واحد منهم بصم معرفيا في وجدان هذه التلميذة حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. يمكن أقول لكم كذلك بأن هذه التلميذة عايشتها عن قرب منذ أسابيع، تتمتع بذماثة خلق، تتمتع بحس عالي من الالتزام والوطنية، الشيء الذي جعلها تستحق فعلا أن تمثل بلادها على مستوى القار. كما أتمنى لها صادقا في يوليوز القادم أن تمثل بلدنا أحسن تمثيل في الأولمبياد الدولية في اليابان، وأن تأتي إن شاء الله متوجة كبطلة عالمية. ثم كما قلت أمس أنه من الواجب علينا كأباء وكمسؤولين أن نوفر لهذه التلميذة الهدوء و أن ترجع إلى بيتها من أجل استعداد لامتحانات البكالوريا في بداية الشهر القادم إن شاء الله، التي أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقها فيها حتى تحصل على أحسن الرتب من أجل أن تبدأ مسارها في التعليم العالي بكل طمأنينة وبكل جدية، من أجل أن يفخر بها وطنها وأن نفخر كذلك بوطننا تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصر الله. وفي جميع المجالات، وهذا يؤكد على شيء واحد، على انها مؤسسه ما زالت تعطي، وهذا بفضل طبعا مجهودات الساده الاساتذه، مجهودات التسيير الاداري، مجهودات تدخل جمعيه الاباء. وهذه اللحظه كذلك هي مناسبه ان اقدم فيها الشكر باسم الاساتذه لزملائي التلاميذ الاعزاء، وتمني لهم التوفيق في الاستحقاقات القادمه، الامتحان الوطني والامتحان الجهوي. هذه الامور انه كاين هناك اراده قويه، وكذلك اراده قويه يعني لدى الدوله المغربيه وكذلك لدى الوزاره القياده الرشيده لامير المؤمنين جلاله الملك محمد السادس للنهوض يعني بالتعليم، وخاصه انه من الاولويات بعد الوحده الترابيه. هذه التلميذه الان هي فخر لهذا الإقليم، أولا لأنها بنت هذا الإقليم وبنت هذه المؤسسة العتيدة ثانوية الجولان، وكذلك المديرية الإقليمية الأكاديمية، ثم كذلك الوطن. وبالتالي هذه قفزة نوعية، وكذلك إشارة على أن المدرسة العمومية ما زالت بخير، وخاصة على أن الدولة المغربية تراهن على التعليم والتعليم العمومي الذي سيكون قاطرة التنمية، وسيساهم كذلك في الأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبالتالي فهذه فرصة طيبة وفرصة جميلة للاعتناء بأبنائنا وبناتنا في التعليم العمومي، وإعطائهم كل الفرص وكل الإمكانيات للظفر بمثل هذه الألقاب وكذلك بمثل هذه التتويجات، وخاصة أن المغرب الآن في حاجة إلى مثل هذه الأطر ومثل هذه الطاقات كما قلت في الأوراش الكبرى
الكبرى في الصناعات المتجددة، في الذكاء الاصطناعي، وكذلك في الأوراش الكبرى. وبالتالي هي لحظة تاريخية ولحظة مفصلية للمدرسة العمومية، ونتمنى إن شاء الله أن تكون بطلة، تكون بطلة للرياضات على المستوى الدولي في الملتقى باليابان إن شاء الله مستقبلا. أنه كثير ما يقال ويعاب على المدرسة العمومية، الحمد لله هذا نوع ونموذج يحتفى به، ونقول إن شاء الله يكون عندنا في جميع المناطق هنا المنطقة ديال الشفا عندها، وكاين جمعية إقليمية كان الهدف ديالنا أنه يدعموا هذا المتميزين باش يكونوا نموذج للتلاميذ الآخرين باش يوصلوا أعلى مستويات. وهذا كما قال الرئيس بأنه فعل الجمعية ديال الأهداف كانت تلميذة بين الناس اللي غادي يستافدوا من هذا المخيم ديال التميز، وشعر اكبر ان تكون في منطقه اخرى واجهات من الجهه الشرقيه وربما بالنسبه للمنطقه وكذلك للمنطقه الغربيه. شكرا جزيلا. تلاقوا معها بعد ما تشد البكالوريا باش تدخل في واحد السيكل ديال المرافقه باش يمكن لها تاخذ شي حوايج اللي غادي يدفعها في الحياه وفي هذه المسيره ديالها، وكذلك الطلبه. تبارك الله عليكم، هذا الشيء كيفرح. وحنا الجمعيه الله تاسست السيد العام هو اللي وقف عليها، فهذا فن جيد. بعد المخيم اللي كنشاركوا فيه 35 مستفيد، المخيم ديال الرابعي هذا اللي داز، وكانت البطله الفرشيوي ضمن هاد 35. حدث عظيم ان اقليم الشتوكا يتوج على المستوى القاري في ماده الرياضيات، وبالضبط المصدر ديال التدويج هو ثانويه الجولان. اللي هاد البطل ديال اليوم هو اولا الاسره، ثم المنظومه التربويه بشكل عام، ثم المتوجه هبه الفرشيوي شخصيا. باسم الجمعيه الاقليميه للتربيه والتكوين ودعم التمدرس التي احدثت حديثا، هذه اقل من شهرين باش دارت هذه الجمعيه، وكان اول نشاط ديال الجمعيه هو المخيم التكويني الخاص بالمتفوقين في الاقليم. خداو 35 تلميذ وتلميذه اللي تكلاصوا في مسار، وكان بيناتهم هبه الفرشيوي، الا ان هي جاها هاد المباريات وهاد الاولمبياد ومشات لهم وتعوضت بشي حد اخر. كنا كنطمحوا في هذا المخيم التكويني ان تكون غير يكون ابناء الاقليم في السنه الثانيه بكالوريا يطلعوا للبوديوم ناسيونال، يعني تتوجوا على المعدلات في البكالوريا. فاذا به المخيم يلاه داز هذه اسبوعين، فاذا به احنا كنصر بهذا الخبر ان التتويج جا كاع قاريا ولما لا عالميا مستقبلا، وهذا ليس بعزيز على يعني ذوي الهمم العاليه. وبهذه المناسبه كنشكر السيد العامل السي جمال خلوق اللي شرف شخصيا على انشاء هذه الجمعيه الاقليميه اللي غتشتغل في التعليم بصفه عامه، وشكرا لكم على الدعم ديالكم. وان شاء الله ماذا بينا نخليو هبه ترتاح من التعب، لان راه تعبت بزاف وهي مقبله على البكالوريا، ماذا بينا نخليوها ترتاح باش ان شاء الله تجيب لنا شي معدل ثاني مزيان في البكالوريا. وشكرا لكم.